برضو وضعنا بهذه الصورة والرسائل التوعوية اللي دائما بتوجهها إذاعة الأمن العام عبر الأثير وعبر شاشة التلفزيون من خلال الربط المشترك ما بيننا وما بين البرنامج المفتوح. للأسف يعني إحنا كنا بنحكي أنا وسمر قبل شوي عن طفلين ماتوا اختناق بهذا الأسبوع، كمان مبارح يعني زي ما بيقول في كمان طفلين، يعني عم نفقدهم اثنين راحوا على أثر حريق برضو ممكن سببه كان الاستخدام الخاطئ للمدافئ. إحنا راح تكون معنا فقرة برجع بنوه كمان بعد شوي عن الاستعداد واستخدام وسائل التدفئة بشكل سليم. وبالنسبة للسرعة اللي كان بيحكي عنها فعلا يعني هاي اللي بدنا نعلق ونقوله، إنه تهور استهتار بروح الشخص نفسه اللي بيسوق وبأرواح الآخرين مستخدمي الطريق. يعني لما واحد بيسوق على سرعة لـ200 بتوصل لـ200 أكيد هذا استهتار، ياريت يكون في حل. إحنا كل مرة بنحكي في مشاكل، بنحكي في حالات عم بتمارس هذا الأسلوب وهذه الطريقة من الاستهتار والطرق المختلفة باستهتار بأرواح الناس، لكن شو الحل؟ يعني المفروض أنه يكون في حل. ممكن واحدة من الحلول أنه يكون في تغليظ للعقوبات، يعني ممكن المخالفة تكون كبيرة حتى ويكون في حبس مثلا أشهر معينة، يعني يكون في حل رادع أو عقوبة رادعة حتى تخلي الشخص يفكر 1000 مرة قبل ما يستهتر بروحه وبأرواح الآخرين. عموما نتمنى السلامة للجميع، نتمنى يكون فعلا فيه هطول للأمطار زي ما حكت لنا دائرة الأرصاد الجوية. احنا عم نحاول اتصال فيهم من الصبح لكن للأسف مش عم بيردوا علينا، لأنه أخذنا النشرة منهم يوم الاثنين وحكوا أنه ليلة الأربع على الخميس رح يكون هطول غزير للأمطار. لهلأ ما شفنا إشي، إن شاء الله يكون اليوم المساء في هطول أو بعد شوي للأمطار، أمطار الخير اللي بتعم على المملكة ببداية هذا الشهر يكون شهر خير إن شاء الله على الجميع. الآن راح نحكي عن فقرة الاستعداد للامتحانات، كيف الأسرة بتساهم بخلق جو جميل جذاب للدراسة بنفس الوقت ما يكونش جو مرعب منفر من الامتحانات. تقبل العلامات، تقبل النتائج، نشوف يعني وين نقاط الضعف حتى نشتغل عليها، القوة نعززها أكثر عند الطالب وعند أبنائنا، وخلي تجربة الدراسة وتجربة الامتحانات تكون تجربة ممتعة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع بسعدني أرحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ حسام عواد وهو مستشار تربوي. أهلا وسهلا فيك، صباحك سعيد. صباح الخير وصبح عليك وأكيد على أحبتنا المشاهدين. يعني كلياتنا مرقنا بتجربة الامتحانات طبعاً. إن كان إحنا لما كنا صغار وبالمدارس وبالتوجيهي وبالجامعات أو مع أبنائنا أكيد. هي الامتحانات توتر، خلينا نكون صريحين. أنا أحكي لك شغلة بخصوص الامتحانات بس توتر. إحنا كيف بنقدر نخليها بيئة ممتعة جميلة فترة حلوة لأبنائنا حتى يدرسوا باستمتاع ويعرف أنه هو بدرس عم بتعلم عم بياخد معلومات جديدة، مش بس يكون هدفنا صحيح. العلامة أنه بس بدنا ندرس عشان نجيب علامة ونصير نقارن بأقرانه اللي معه بالصف أنه فلان جاب أعلى منك وفلان جاب الأول، ليش أنت مش عم بتجيب علامات عالية؟ أول إشي بدنا نأكد أنه الخوف من الامتحان خوف معترف فيه، يعني الخوف له درجات طبيعي. يعني في خوف من المرتفعات، من الجمهور، من نحكي المصاعد، من الخوف من الامتحانات، هذا شيء موجود، لكن احنا بدنا اياه يكون في حده الطبيعي. ما بدنا الطالب يروح على الامتحان كانه في الشيء، وما بدنا يروح كانه حاله مرضيه، لا ياخذ الموضوع الامتحان شوي هيك يعني باهتمام، او لو كان في شيء من الخوف هذا الشيء طبيعي. الان احنا ما في طالب يعني وصل صف سابع او عاشر او توجيهي الا فعلا عنده رصيد كبير من التجارب والامتحانات والاختبارات، ولازم هاي نستدعيها لنحاول نحس بالامان والاطمئنان. إذا كان حديثي اليوم في البداية مع الآباء ومع الأمهات في أول نقطة اللي بدنا نحكي فيه يعني تأكيدا على كلامك، إنه إحنا نبحث دائما عن العلامة مش عن العلام، العلامة مش عن العلم، العلامة مش عن المعرفة والتعلم. لما نجلس إحنا هيك بجلساتنا المغلقة، أنا عادة باجي بحكي لأبنائي، احكي لخالك كم جبت في الرياضيات، احكي لعمك كم جبت بالصف السابع، حتى إحنا لما بنسأل الأطفال كم جبت عمو في الصف الخامس في الصف السادس، كم معدلك، قد ايه معدلك، كم علامتك في الانجليزي في الرياضيات. دائما بنعزز موضوع العلامه وكانه العلامه اصبحت غايه وعلامه اصبحت وسيله، وهذا جزء من ثقافتنا المجتمعيه.
احنا متى جلسنا هيك جلسه عائليه او مع الاصدقاء وحكينا يا محمد يا احمد يا رشا يا علا يا علا احكي لوالدك كيف انت جلستي في الاذاعه المدرسيه وقدمتي الفقره، كيف انت القيتي القصيده، كيف انت تعلمت تجربه في العلوم وقدمتها، او ورجينا الوسيله التعليميه الاخيره، او ورجينا اللوحه اللي سويتها على الفوتوشوب بالدرس اللي تعلمته في الحاسوب. هاي الامور اللي بتركز على المهارات والقدرات احنا نغفلها. دائما بنعزز في الطالب بشكل او غير مباشر انه كم علامتك؟ كم تحصيلك؟ انت الاول على الصف ولا مش الاول على الصف؟ مين الاول على الصف؟ فاحنا نتعامل مع العلامه كغايه للاسف طبعا. احنا بنحكي فيه العلامه مهمه، مقياس مؤشر ولكن ليست غايه. اللي بدنا اياه في هاي الايام انه احنا نعزز في الطالب موضوع كم تعلمت؟ كم تقدمت في مستواك التحصيل الاكاديمي والدراسي؟ وهذا الشيء يعني بهم الطالب بنقطتين اساسيات. انا كاب او كام لما باجي بحكي مع ابني انه الحمد لله انت صرت صف ثامن صف تاسع، يعني انت تعلمت اليوم دروس جديده في الرياضيات في الانجليزي، تحسن مستواك في اللغه العربيه، هذا بيشعر داخليا انه انا داخل المدرسه لسبب رئيسي انه انا عم بتطور، مش داخل المدرسه لسبب رئيسي انه بحصل على العلامه. تركيزي على موضوع انه انت لازم تدرس عشان تجيب علامه عشان تصير احسن من ابن خالك واحسن من بنت عمك واحسن من ابن جيرانك وتجيب المركز الاول، انا بخلق فيه داخليا انه يركز على العلامة. بتأثر في طريقة دراسته، بصفي يلجأ للحفظ والتلقين حتى لو بيحفظ معادلات الرياضيات حفظ، حتى لو بصير يسأل الطلاب اللي أخذوا عند الأستاذ في المدرسة في امتحانات العام بصير يلجأ وراء العلامة، حتى لو لجأ للغش عشان يجيب العلامة لأنه أنا بالأخير بدي أعذره، يعني أنا كأب كأم حتى كمدرسة أنا عززت فيه لازم أنت تجيب العلامة، لأنه الطالب اللي جايب علامة في التسعين هذا طالب ذكي، طالب بطل، مع انه هي العلامه المفروض تكون منبه طبعاً. مؤشر. لنا وين ابننا رايح 100%. او ابنائنا رايحين، في حين ننتبه. تكملت النقطه انه انا لازم اعزز في 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 ابني انه هذا مقياس وهذا نوع من انواع الذكاء الرياضي الذكاء اللغوي، لكن في انواع ذكاءات اخرى وفي مقاييس اخرى، مقدار كم انت تنميت على المستوى الذاتي، كم قرات، كم كيف امورك، نحكي الذكاءات الموسيقيه، الذكاءات الرياضيه، الذكاء اللغوي، الذكاء الاجتماعي. كثير احنا بنشكي ابننا حرك او ابننا بسكوتش وبضله يحكي، طب هذا ذكاء اجتماعيا، هذا بالاخير مستقبل محامي، مستقبل اعلامي، مستقبل مذيع، هذا مستقبل ممكن يكون نائب، مستقبل صاحب شخص قرار، صاحب قرار اجتماعي رهيب جدا، هذا بالاخير ممكن يكون من اهم موظفي التسويق او العلاقات. هاي النقطه اللي بدي اسالك فيها استاذ حسام، يعني كمان احنا لما بنروح بتعرف التقييم اللي بيكون المدارس بتعمله من فتره للتانية كل فصل تقريبا مره بيعملوه، انه الاهل يروحوا يسالوا على ابنائهم كيف موجود بالصف، مشاركتهم، لانه احنا اذا هدفنا بس العلامه، العلامه بتيجينا صح، وإذا هدفنا يعني موجودة بالشهادة، ولا يعني الفترة هاي إجا التقييم اللي هو أول شهرين من مع شوية دراسة بيجيب علامة بالضبط، لكن إحنا ليش بنروح نسأل؟ لأنه في شغلات إحنا ما بنشوفها. أحسنت. العلامة إحنا بنتابعها صحيح. بس اللي هي أنت حكيت فيها الشخصية صحيح. تعامله مع زملائه، دخوله للصف، لما دخل يسلم على 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 حل امامه وخله واخواله في العيد، كيف سلم، كيف دخلته، كيف بقبقوا عيونه، هاي لازم انا اراقبها وعم بشوفها تتطور. انا وديت بناتي يعني لما دخلوا هسه هم في الكي جي 1، قبل ما يدخلوا الكي جي 1 كانوا شيء، بعد ما دخلوا صاروا شيء، ما بهمني كم بيتعلموا يعني احرف او يتعلموا حفظ القران، مصيرهم رح يعرفوا يكتبوا، يعرفوا بس بهمني فعليا، بس المهم شخصيه، شخصيتهم شو تاثرت وكيف نبره صوتهم وكيف فعليا شو الكلمات اللي صاروا يحكوها او شو الافكار اللي صاروا او شو الاسئله اللي صاروا يسالوها، هذا بنم انه انا فعليا كم استفادوا في العمليه التعليميه. وكيف بتعاطى مع المشاكل بالمدرسه، لانه كمان كل طفل او طالب بمر بمشاكل صحيح. يعني هل بحل مشاكله بنفسه، بيضطر يروح للمعلمه، بيجي لاهله بيشكي لهم؟ مرات كثير اطفال بقول لك انا ما بدي اروح المدرسه بسبب ماده او بسبب صحيح. طالب اخر او بسبب مشكله يعني صارت معه صحيح. او انا ما بدي اركب الباص، بديش اروح بباص المدرسه نعم. انتوا ودوني لانه صارت معه مشكله صغيره، فكيف ندربه يتجاوز هاي المشكله؟ هذا كمان كثير مهم نعم. احنا بنستهين فيه مهاره حل المشكلات، كثير بنستهين نعم. فيه مهاره اتخاذ القرار، مهاره حل المشكلات، مهارة العمل الجماعي، مهارة التحفيز الذاتي، مهارة تنظيم الوقت، هاي أكثر مهارات الإنسان الناجح في الحياة. فإحنا بالأخير بدنا شخص متعلم، شخص يملك المعلومة، شخص بيجيب علامة عالية كمان، بس بهمني شخص يعرف ينظم وقته. شخص لما أنا كأب كأم عم بتناقشه في موضوع مادي يدخل يعطي رأي، ما هو بيعرف يعمل تنظيم وقت، بيعرف يتدخل يعطي قرار، بيعرف. طب شو رأيك شو نعمل فترة الامتحانات؟ الآن فترة الامتحانات بدنا نحكي للطالب إنه هذا جزء كمؤشر فقط،
واحنا بنعرف انه انت ما شاء الله مبدع في امور اخرى، بس شو رايك كمان نحاول نتفوق في موضوع الدراسه؟ واحنا عارفين انك انت ما شاء الله شاطر في كره القدم، شاطر في الفيسبوك، شاطر في بس بدنا كمان نجيب علامات عاليه عشان تكون يعني هاي مكمله لهاي، نعمل توازن. اول شيء لازم القناعة هاي تكون واضحه امام الطالب، نخفف في التوتر على هذا الطالب. النقطه الثانيه وهي الاهم، احنا دائما بنشتغل على موضوع الدراسه ليله الامتحان، في خطوه قبلها ما بنعرف ايش هي او ما بنغفلها، تحضير المحتوى اللي بدنا ندرسه ليله الامتحان. انا اخذت الان بس مع هيك مجموعه كتب، لو انا عندي طالب يعني نحكي محضر كويس على الماده، ونفرض انه هذا الكتاب المدرسي، اذا هو محضر كويس بيقدر يختم الكتاب المدرسي، بحكي له خليك على الكتاب المدرسي اختمه. نفرض طالب متوسط قدراته في موضوع الدراسة والتحصيل متوسط، هو هيك تقييمه يعني، أنا ما بس بوصفه مش عم بذمه. باجي بحكي له هذا الملخص هل بتستطيع تختمه؟ إذا كان الجواب نعم، طيب خلاص اترك الكتاب امسك الملخص. طالب ضعيف يعني أنا أعرف مستوى ابني مش متأسس، واليوم بدي إياه يدرس هاي المادة ويطلع الامتحان يعني بثقة وبإنجاز، ومش راح يختم ملخص، بحكي له شو رأيك تدرس هاي الورقة ورقة العمل ليلة الامتحان؟ طب هذا الشيء على ماذا يعتمد؟ يعتمد على مستوى الطالب، هذا رقم واحد. مش احنا بدي اعطي الان آلية بتراعي الفروقات الفردية للطالب المتفوق، بس هذا اسلوب صحيح؟ هذا ليلة الامتحان، انه ليلة الامتحان، ليلة الامتحان يعني مثلا اذا طالب ضعيف نعم بس ورقة العمل تكفي؟ انا احكي لك ليش. ليلة الامتحان الطالب معاه 3-4 ساعات، مين احسن؟ اخليه يمسك الكتاب المدرسي كتاب وما ينجز منه ولا 5% ويطلع على الامتحان مش دارس، بيعرفش ايش عناوين المادة، وهو عارف من جوا انه مش دارس، كيف نفسيته رايح على الامتحان؟ مهزوم نفسيا، ثقته بنفسه. بس انا ما بدي الناس تاخذها انه هذا اسلوب هذا مش اسلوب للدراسه اليوميه، اسلوب دراسه لا لا، يمكن احنا لو عملنا حلقه ان شاء الله بدايه الفصل الثاني مش رح نحكي هيك. يعني نقطه ننوه عليها، هذا الكلام ليله الامتحان. احنا اليوم مثلا احنا مش عاملين مجموعه حلقات كيف تدرس خلال الفصل الدراسي، احنا اليوم جايين هيك نعمل ومضه لليلة الامتحان. اللي بيتابعوني مثلا على الفيسبوك او على موقعي بيعرف انه انا بحكي بلحظة بدء الفصل الدراسي عن تحديد الاهداف، وضع الخطة، وتنظيم الوقت، وكيف ندرس كل يوم، بس هذا ايام الدراسة العادية. احنا بنحكي الان داخلين على جدول امتحانات، شو اللي عم بيصير؟ باجي على الطالب ونفرض صف ثامن، بحكي له ختمت الفيزياء، امسك كتاب الفيزياء اختمه، طب هو ما كانش يدرس، مش راح يختم كتاب الفيزياء. الان نفرض افتراض بسيط انه هذا الطالب عن جد كان يدرس كل يوم، وكان يدرس كل دروسه، لو مسك كتاب الفيزياء راح يختم، اذا هذا افضل شيء. طب نفرض الان انا كاب او كام بتابع التلفزيون ومش عارف شو مستوى ابني، ومستوى ابني بال70، هل بستطيع اطلب منه ليله الامتحان اختم كتاب الفيزياء؟ لا اكيد لا. شو اللي راح يصير؟ مش راح يختم، راح يتوتر اكيد، مش راح ينجز. كيف راح يروح على الامتحان؟ راح يروح الامتحان وحط في باله انه يغش. طب انا اللي بحكي هون بهاي الحاله، مين احسن اختم الكتاب 5% اللي هو اول درسين، ولا امسك الكتاب مضبوط؟ يعني هاي ليله امتحان، لكن اذا بدنا نحكي اسلوب يعني ممكن احنا نبلش من بدايه الفصل وندرس اول باول، يعني بلكي ان شاء الله اذا عملنا الشهر الجاي حلقه راح نيجي نحكي كيف نخطط الدراسه لفصل دراسي كامل بالضبط، بحيث انه احنا نضع الهدف ونضع الخطه الدراسيه ونقسمها على الجدول اليومي. وسؤال أخير نعم. أستاذ حسام، يعني إذا إحنا بدنا مثلا هلأ عم نحكي عن طالب صف ثاني صف ثالث مستوى مثلا متوسط، خلص بضلوا بصف رابع وخامس وسادس متوسط، ولا ممكن يرجع يتفوق؟ أول إشي ما بدي أطلب شغلات أكثر من مستوى، يعني هاي الطريقة بتراعي الفروقات الفردية، خلص هو بيكون هيك مستوى، لا بس إحنا رح نحط له خطة نرسم له خطة خاصة فيه، كيف لما يدخل الصف الخامس يتطور أسلوبه، ولما يدخل الصف السادس يرتقي، بس اهم شغله اني اعمل له دراسه حاله. وراح يلحق؟ أكيد. ممكن يلحق؟ اكيد لانه المنهاج كل مره بيمشي معاه بس بكل مره بدي احكي لك اياها، بدنا نصيغ المنهاج بما يتناسب مع نفسه، مع قدراته، مع نفسه، ما بزبط انا اجيب المنهاج اللي مرسوم لطالب متفوق وكان يدرس كل يوم اعطيه لطالب متوسط، انا كاستاذ وكمشرف تربوي بعيد له صياغه الماده، بحكي له انت ما في داعي تدرس تفاصيل التفاصيل او الافكار اللي نحكي تركات، انت شو رايك تدرس الامثله والتعريفات واذكروا عدد بس تخلصها. نسال حالنا سؤال، هل انجز اللي عليه؟ اذا انجز اللي عليه بنزل معاه لليفل اعمق شوي. طب اذا ما انجز اللي عليه هو بشعر من جوا انه انا عم بنجز، ذاكرتي كويسه، ذكائي ممتاز، والحمد لله المعلم راضي عني وعم بنجز الواجب اللي اعطاني اياه. بس تخيل طالب قدراته ضعيفه، اعطيه سؤال صعب جدا على مستوى قدرات عقليه عليا، شو راح يشعر؟ انه انا مش عارف، انه انا مش فاهم، انه انا عم بدرس مش عم بجيب نتيجه. هي على العموم احنا انا حابه مره ثانيه نعمل لقاء نحكي فيه بس عن التركيز، لانه مرات كثير بكون الطالب شاطر
لما أهله بدرسوه بالبيت بيكون شاطر، الولد شاطر وعم بحل كل شيء وما شاء الله عليه، بس يروح يقدم امتحان بجيب علامات واطية، بتطلعوا بس قلة التركيز، يعني لو ركز شوي ما بخطأ هاي الأخطاء. فيمكن هاي بدها برضه طبعاً يعني فقرة لحها، مهارات الدراسة وكيف بالضبط، وكيف ندرب أولادنا على التركيز. نعم. لأنه نعم. التركيز يعني أي واحد فينا بيقدر يركز وأي واحد فينا بيقدر ما يركز، بس كيف ممكن ندرب حالنا إن نركز على شيء معين حتى ننجز فيه. أنا بدي أشكرك أستاذ حسام عواد استشاري تربوي لوجودك معنا، وإن شاء الله بحلقات أخرى نتناول هذا الموضوع من زوايا مختلفة. أكيد. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. راح ننتقل هلأ مشاهدينا مباشرة لزميل رعد الرقاد وأخبار السوشيال ميديا. عندك يا رعد، صباح الخير. صباح الخير لك نسرين، وأيضا صباح الخير لضيفك الكريم. أهلا وسهلا، يلا الهوى معك رعد واحكي.